ماشي، احنا كنا بنقول ايه بقى المرة ده؟ بنقول سامعيني الأول؟ لو سامعيني كفاية تكتب لي في الشات انك سامعيني، لو الميكروفون عندك مش شغال يعني. انا سامع بس هو بيقطع ساعات. طب هو كده واضح؟ تمام، حلو. فزي ما كنا بنقول هنا، احنا كنا وقفنا عند الحتة ديت ان هو نقطة الشد هتبقى 100 و300، فتقريبا 100 اهي، وننزل على 210 كمان، يعني هنا ممكن تبقى هنا تقريبا نقطة الشد دي. نقطة الشد هي اللي بتتحكم في قد ايه الكيرف، يعني كيرفد، يعني هو لو هو كده نقطة الشد دي فوق شوية معناه ان هو بيطلع شوية، بس عمر ما نقطة الشد بتبقى على الخط ذات نفسه. يعني لما انت تلاقي شكل عامل كده، مش نقطة الشد بتاعته هنا وتديها كوردينتس، لا تقريبا نقطة الشد بتاعته فوق شوية. حلو، فهو احنا نقطة الشد بتاعتنا اهي، وبيقول لك نقطة النهاية بتاعته هتبقى W اللي هي 200. يعني لو احنا هنا من زيرو هنمشي، لا مش 100، لا هتبقى 200 هنا. ونقطة الويتس كام؟ 210 برضه، يبقى معناها هو 200 و210. وهنعمل بقى ايه المرة دي؟ مش هتعمل كده، لا هنعملها كده، تمام؟ يعني خلاص احنا عرفنا ان احنا هنشد شويه من النص هنا لتحت شويه واحنا رايحين، تمام؟ وبس، هو يبقى كده خلص. هو الكوات زي ما قلنا بياخد نقطه شد وبياخد نقطه نهايه، لان هو دايما يعتبر، يعني افتكر ان الجنرال باث عنده دايما المؤشر، خلاص هو عارف هو كان واقف فين، فمش محتاج ان انت تقول له انا كنت واقف عند النقطه دي حطها لي، وبعد كده حط لي دي وبعدين حط لي دي، لا هو خلاص هو واقف اوريدي هنا، فانت بس تديله النقطتين الزياده اللي هو محتاج يشتغل عليهم. حلو، بعد كده بيقول لك ايه؟ close بس، close بس، يعني ايا يكن بقى اللي انا عملته ارجع لي للنقطه الاولانيه خالص اللي انا عملتها لو سمحت. فتقول له طيب، هتقوم موصله له. close بس بتبقى معظم الوقت لاين، يعني ما بيبقاش لا كواد ولا الكلام ده. فتقريبا هو ايه الشكل ده. وبعد كده اخر حاجه، وبعد كده سوري، بعد كده اخر حاجه بيقول لك فيل بقى، اعمل لي فيل لو سمحت انت. فمعناها ان انت ما ترسموش للدكتور كده وتسيبوه له وخلاص، لا لازم تقعد تلونه، ساعتها لونه بالرصاص او ايا يكن يعني وقتها، وتلونه وخلاص، ولما تملاه يبقى هو ده الشكل كده، انت خلاص. طبعا بعد ما بتخلص ما تنساش تمسح ده، تمسح ده وتمسح ده وتمسح ده، ويبقى هو بس ده الشكل اللي عندك. حتى النقط دي حاول برضه تخففها شويه، يعني انا عارفه ان اللي هي النقط دي يعني انتوا ماما فاهمين انا قصدي ايه يعني، وخلاص يبقى هو ده الشكل اللي عندك في الاخر. لما تيجي بقى بتنزل، شوف اهو ده هو طلع الحل اهو، تقريبا نفس اللي احنا عملناه تقريبا، يعني انا تقريبا الشكل عندي طلع اوسع شويه بس مش مشكله، ما زال اللي هو خلاص مثلث او بيسموه ايه، عامل زي الباي، شكل الفطيره يعني. حلو، لكن لو انت جيت مثلا عملت الدكتور عملت له حاجه شبه مثلث بس كده، بس ما هوش فيه الكيرف ده، هتبقى غلط ساعتها. لو انت جيت عملت له مثلا مقلوب، عملت له انت فهمت الدنيا غلط، مثلا عملت له مقلوب يبقى غلط، المهم ان يبقى شبهه حتى لو في شويه اختلافات مش مشكله. تمام، حد عنده اي نقطة في الموضوع ده؟ طيب I assume ان انتوا كان معناها ان انتوا فهمتوا. ده بقى رخيم بكل انواع الرخامة اللي ممكن تكون بتيجي ابدا في الدنيا. يعني هو طبعا انا عمري ما شفته في امتحان الحمد لله يعني، بس لو هو ابدا كان جابه يبقى بصراحة، يبقى ساعتها بصراحة حاجة وحشة قوي يعني، لانه طويل. وفي كمان موضوع الكيرف 2 ده الكيرف 2 ده رخم جدا، لان الكيرف 2 ده مش اللي هو كده وخلاص، لا ده اللي هو كده وكده، يعني بتحدد نقطه شد هنا وبتحدد له نقطه شد هنا كمان، فبيبقى في شويه تعقيد. عايزين نحله هنحله كالعاده، هو بيقول لك ارسم لي الشكل وخلاص. نعمل سكيب ونروح على طول على شابتر 3 او ورك شوب 3، يبقى مش مشكله، لان هو تقريبا بيتهيألي هو اخر سؤال، لا في اثنين، في سؤالين كمان قبليه مهمين هما كمان. فانتوا عايزين ايه؟ نحل ولا بلاش هو وخلاص؟ يعني انت فهمت الدنيا بتشتغل ازاي؟ انا عن نفسي ما فيش مشكلة، بس هو ايه كلوز باث ده؟ فين ديت؟ السطر اللي قبل الاخير. كلوز باث؟ اه كلوز باث، فاكر احنا هنا لما كنا هنا فوق، خلينا عشان تمثال اسهل، هنا شوف مش هنا برضه في كلوز باث؟ بيعمل ايه ديت؟ اه
مش احنا كنا رسمنا كده وعملنا ديت، وبعد كده عملنا حددنا النقطة اللي هنا والنقطة اللي في النهاية وعملنا كده، تمام. احنا كنا وقفنا عند هنا يعني، ده دي خلاص كانت وقفت عندنا، اللي هو السطر ده. السطر ده بقى بيعمل ايه؟ مش احنا خلاص وقفنا، بتقول له لو سمحت انا بقى انا كسلان اعمل ده، كسلان انا اعمل لاين 2 للنقطة دي، فممكن تقفله لي انت وخلاص؟ فيقول لك تمام ويروح يقفله لي. هي دي معناها انا اخر خط انا مش عايز اعمله، انت اقفله لي، يعني ارجع لي للنقطة الاولانية ثاني من اخر. تمام. كلوز باث بيستخدم اللاين على طول يعني، بيستخدم اللاين ودايما لاين، يعني مش هتقول مثلا كلوز باث وتلاقيه عملها لك كده، لا لا هو دايما لاين، بس بيروح لاول نقطة انت رسمتها عشان يقفل الشكل، فاهم ازاي؟ فانت لو انت بتعمل مثلا شكل كده، يعني شكل عملته كده وبعدين كده وبعدين كده، وتقول له كلوز باث، هيقوم عامل خط لهنا يقفله له، فهمت ازاي؟ فانت تقول له اقفل لي الشكل، انا خلاص انا يعني زهقت منه ولا اي حاجه يعني، فانت اقفل لي الشكل من اخر نقطه لحد اول نقطه، تمام؟ فهي دي معنى كلمه تمام. فهو ديت هنا زي ما قلنا، هو الشكل ده هيطلع، هو ده الشكل اللي هيطلع في الاخر يعني. الحته اللي هي ديت سهله، نيجي الحته اللي في النص دي بقى اكيد كل الناس هتغلط فيها، لان فعلا يعني الكيرف تو معقد شويه، بس انا اعتقد من الافضل ان احنا يعني نعملها، واعتقد مش هتاخد وقت طويل يعني. خلينا بيقول لك اهو دلوقتي ايه، باث موف تو، موف تو دي يعني دلوقتي حط لي المؤشر، حط لك المؤشر على فين؟ على سالب 400 وزيرو، هو عاملها بالاف بس يعني هي نفسها كانك عملتها بالانت، تمام. فهنقول اهو نتحرك للنقطه اللي هي هتبقى غالبا فين، ممكن 400 ديت لو الزيرو مثلا هنا، يا خلينا نقول طبعا عشوائيا يعني، تقدر تحط في اللي انت عايزه وزيرو، حلو ماشي. بعد كده كواد 2 نقطة شد، هو عايز نقطة شد اللي هي 0 400، 0 400 يعني هنمشي كده، لأن من 400 من سالب 400 0، معناه إن إحنا هنمشي شمال عشان نروح للزيرو، تمام؟ من سالب ربع من آه... لا سوري اه من 0 وبعد كده 400، يعني معناها من 0 أهي هنعمل 400، فمعناها هننزل، فأنا هنمشي كده وننزل. يعني ايوه طيب اوكي، معناها ان تقريبا ممكن تكون حاجه زي هنا مثلا، ما اعرفش هتبقى شغاله ازاي. وفي النقطه الاخيره 400 وزيرو، يعني من هنا هنبقى هنمشي لحد، لا هيبقى هناك خالص، انا مش عارفه يعني دايما مش بعرف ارسمها لان بحس ان هي كبيره قوي عشان تقعد تحسب، بس خدوها في الاخر ان هو هيبقى الشكل ده، مستحيل هيجي لك، تمام؟ مستحيل هيجي لك بصراحه لان تو ماتش يعني، فنقدر نعمل لها سكيب ونروح على طول على الحاجات المهمه، لان هندخل بقى في جزئيات ثانيه في الالوان والكلام ده والجريدنت والحاجات دي، اكيد هتجي لكم في الاكتيفيتي بعد كده في الامتحان في التيمه. سامعني؟ بقول خلينا ندخل في السؤال اللي هو العاشر واللي بعده، لان هم كلهم عن الالوان والحاجات اللي هي اكيد هتجي لكم بعد كده في الاكتيفيتي والتي ام اي، تمام؟ ف يعني زي ما قلت هو عمره ما هيجيب لكم ارسم لي الشكل ده، لان زي ما قلت خلاص التيمه هيبقى في البيت يعني. فخلينا نشوف دلوقتي، بيقول لك construct color object equivalent to the following using float. ده معناه ايه؟ معناها ان انا الشكل اللي قدامي ده ما هوش float، هو عايزك تحول له الارقام دي لفلوت. نعمل يعني نحولها ازاي؟ عندك دلوقتي الرقم ده 255 وده زيرو وده بتاع فلوت، دي قصده معناها ان الرقم بدل ما يبقى 255 و128 ورقم حقيقي، لا يبقى من زيرو لواحد، يعني ممكن يبقى 0.2 0.3، عارف زي النسبه المئويه، تمام؟ فده هو قصده بكلمه فلوت هنا لما يقول لك حولها لفلوت، هو قصده انك حولها له بالشكل اللي هو يبقى الرقم من زيرو لواحد. فانا عشان اعمل كده اقوم اعمل ايه؟ اقسم على 255. طب ليه 255؟ اشمعنى الرقم ده؟ اللي انتوا عارفين ان الالوان عندك ريد وجرين وبلو، اللي هي النيو كلر دي بتاخد ثلاث قيم، ريد وجرين وبلو. الريد من 0 ل 255 ماكسيمم، يعني هو الساعه بتاعته كلها من 0 ل 255، ونفس الشيء مع الجرين ونفس الشيء مع البلو. لما بتقعد بقى تغير فيهم، يعني مثلا تخلي ده 255 وده مثلا 0 وده 0، هيطلع لك اللون احمر قوي. لو انت زودت في البي شويه مثلا وخليتها تبقى 255 هي كمان، هيطلع لك اما تجمع اللون الازرق والاحمر هيطلع لك تقريبا بنفسجي، تمام؟ وهكذا لما تجمعهم كلهم، لما كلهم الثلاثه 255 هيطلع لك ابيض، لما تجمع كل الالوان الضوئيه بتطلع لك ابيض.
فهو دلوقتي هو ده الرقم احنا عارفين، خلاص ان احنا عارفين ان الماكسيمم هو 255، فهو ده اللي نقسم عليه عشان يطلع لنا النسبه المئويه. حلو، تبقى ساعتها 255 على 255 يبقى كام؟ 1 صح، يبقى ده معناها هيبقى 1. 0 على 255 0. 128 على 255 كام؟ تطلع تقريبا 0.50، يعني يطلع 50%، لان هي ال 128 هي نص ال 55، او يعني شبه النص ماشي بالظبط 150 اصلا اللي هي 50. فانت كده هتعمل له في الاخر هيبقى 1 0 0.50. طبعا تقدر تحط افات يعني عشان تعرفوا ان هو ده بالفلوت. خلاص عرفتوا لما يقول لكم حول لي من فلوت ل، لما يقول لك حول لي من فلوت ل، من قصدي من انت لان هو ده انت، يقول لك حول لي من انت لفلوت، بتعمل ايه؟ بتقسم على 255 على طول عشان يطلع لك النسبه المئويه او الفراكشن. تمام، عرفتوا ديت لانها بتيجي كتير. حد عنده اي اسئله فيها عشان قبل ما اروح للي بعدها؟ تمام، نيجي للي بعده. بيقول لك construct a color object equivalent to the following، بس المره دي انت بقى هو مديها لك float اهي 0.5 و0.25، وبيقول لك حولها لي الانت، يعني زي ما احنا كنا عملنا كده اعكسها لي خليها ترجع انت تاني. يبقى نعمل ايه عشان نعكس؟ نضرب في 255، يعني معناها الرقم ده هو الرقم السحري في الموضوع ده كله. يا اما لما يقول لك حول لي من انت، يبقى من انت to float نقسم على 255، ولما من float لانت نضرب في 255. تمام، دي قاعده يعني هي دي اللي تمشي عليها دايما، ما فيش حاجه غير كده. فاحنا هو الزيرو دي لو ضربناها في 255 هتطلع زيرو، برضو ال 0.5 في 255 هتطلع اللي هي 128، وال 0.125 ديت في 255 هتطلع لك تقريبا 32، يعني 32 بس. يبقى هي دي هي القيم في الاخر اللي هو عايزها. تمام، معلش ممكن عايز افتكر بس اللي هي الفلوت والانت والدبل وال والحاجات دي بتبقى الارقام بتاعتها من كام لكام؟ ماشي، الفلوت الفلوت بيبقى يعني بشكل عام بياخد كل الارقام اللي هي لايك ايه، يعني الفلوت بياخد من 0 ل 1، 0 ل 1 1 صحيح، من 0 ل 1 صحيح، يعني من اول 0 بقى يعني عندك 0.01 0.02 0.03 كل ده تفضل ماشي لحد ما توصل ل 1 صحيح. تمام، عشان كده 255 على 255 فيها طلع لك 1 صحيح، ده الفلوت. الانتجر من 0 في الالوان، احنا بنتكلم في الالوان مالناش علاقه بالجافا بقى ذات نفسها، يعني الجافا ذات نفسها ليها الانت ليها ماكسيمم تقريبا حوالي 6 ارقام جنب بعض كده، والفلوت نفس الشيء. احنا هنا بنتكلم في الالوان، في الالوان لما يقول لك ان هو بالانت يبقى معناها انت عندك من 0 ل 255 ماكسيمم، يعني تقدر تحط له اي قيمه ما بين 0 ل 255، 0 1 2 3 4 لحد 255. تمام، في الكالر. بالنسبه للفلوت زي ما قلنا لا، من 0 ل 1، يعني من 0 0.2 0.3 0.4 0 لحد ما توصل. تمام، لحد توصل للواحد، الواحد الصحيح. الواحد الصحيح ده اللي هو 255 بقى في الحاله دي. بنطلعها ازاي؟ نرجع تاني نقول زي ما كنا هنا يعني بسرعه كده نعيد تاني على لما هو بيقول لنا هنا حول لي لو سمحت حولها لي من 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 ليه ده الشكل ده الانت، بدل في 255 ورقم اكبر من الواحد يبقى اكيد دي انت. حلو، فده معناه ان ده شكلها انت، بيقول لك حولها لي لو سمحت الفلو، فعلى طول نعمل نقسم على 255. عشان الحته دي صوت قطع. انا خدت بالي لما يقول لك، لما يقول لك دلوقتي انا انت شايف اهو الشكل اهو قدامك الثلاث ارقام دي، بيقول لك حولها لفلوت، معناها انها معناها انها انت الوضعيه اللي هي فيها دي انت. ليه؟ لان 255 اكيد اكبر من الواحد، يبقى معناها انها اكيد ما هياش فلوت. حلو، لان الفلوت من 0 ل 1 والانت من 0 ل 255. تمام، حلو. فاحنا هنا هنيجي نقسم على 255 عشان يطلع اللي هي النسبة المئوية اللي هي الفلوت دي، لأنها تعتبر النسبة المئوية، عارف زي المية في المية تحسها يعني. فهو احنا عايزين نطلع دي، فبنطلعها عن طريق ان احنا نقسم على الماكسيمم نمبر اللي هو 255. حلو، فمن الاخر احفظها، اي يجي يقول لك حول لي لو سمحت من انت لفلوت
بتقسم الرقم اللي قدامك على 255، قال لك حول لي من ان من فلوت لانت بتضرب 255 زي ما هو موجود هنا. يعني احنا ضربنا هاي، ضربنا 0.5 دي اللي هي دي حاليا في حاله الفلوت، هو عايزها انت نضربها في 255 هيطلع لك 128. يبقى انت كده طلعت الرقم الصحيح عفوا. تمام، نفس الشيء مع دي، اضربها في 255 هيطلع لك 32. تمام، وهنا دي اضربها طبعا لو ضربت هيطلع لك 0. فهمت؟ فخلاص احفظها كقاعده، بيقول لك انت الفلوت اسم على 250، فلوت تو انت اضرب في 255. خلاص، هي قاعده كده يعني، ما لهاش اي شكل تاني في الحل غير ده. فبس تبقى عارف انت هتقسم ولا تضرب، هو ده الشكل اللي بيبقى موجود يعني. وزي ما قلت عشان تعرف انك صح، لو انت بتضرب او بتقسم وكده ورحت طلع لك في الفلوت اللي هو المفروض ان يبقى في الاخر فلوت طلع لك رقم اكبر من واحد، اعرف انك غلطان. فساعتها يبقى شوف كده في الحسبه بتاعتك بتعملها ازاي. وهنا لو طلع لك اما تيجي تضرب هنا او لا تقسم مش عارف ايه وطلع لك رقم اقل من زيرو او رقم اكبر من 255 يبقى انت غلطان. فيعني خلوا بالكم في الحته دي. تمام، وضحت ديت؟ لو حد عنده سؤال مش مشكله يقول لي دلوقتي. تمام يا دكتور. تمام، لانها دي بتيجي في الامتحانات وانا جيت عملت في الامتحان برضه، فانا عارفه انها مهمه. فالمهم يعني اهو 0 208، لما هنا ضرب اهو هنا ضرب في 255 طلع له 128، وهنا اهو مثلا ديت لما قسمها على 255 طلع له ايه 0.5. هو الشكل ده هو الحل في الاخر اللي هو عايزه منك يعني. ننزل للي بعده بقى. having the following code، دي مهمه جدا. الجريدنت بين ده مهم قوي لان بيحصل فيه كل اللخبطه، وهيجي لك انا متاكد انه يقدر يجيبه لك في التي ام اي لانه ينفع يعني. فدلوقتي يقول لك الكود اللي عندنا ده هو عايزك تعمل فيه ايه؟ موديفاي الكود اللي انت شايفه ده. احنا طبعا هنعمل رن للكود الاول عشان نعرف هو الكود ده بيطلع لنا ايه قبل ما نعمل اي حاجه. يقول لك موديفاي بالحاجات اللي هو عايزها دي. طيب خلينا نمسك الكود ده الاول ونشوف شكله. تمام؟ بعد كده هنشرحه برضه. بس عشان هو بيقول لك يعني نبقى عارفين احنا اللي بنعدل عليه يعني. الكود ده بيطلع لك ايه الشكل ده، وفي جريدنت مرسوم بالطريقه دي. تمام تمام، انت عارفين الجريدنت بيشتغل ازاي ولا تحبوا اشرحه من الاول؟ يعني عارفين ازاي بنعمل مثلا؟ خلينا يا ريت نشرح. خلاص يلا عشان نتاكد ان احنا كلنا فاهمين. ماشي، دلوقتي انت الجريدنت بياخد ايه؟ بياخد نقطه اكس وبي، اكس وواي قصدي، سوري، ياخد نقطة X و Y اللي هي نقطة البداية. يعني لما احنا كده خلينا نشرح بعده عشان يبقى الشكل واضح. خلاص، بياخد نقطة X و Y اللي هي هنا، اللي هي بيبدأ من يعني طبعا هي على حساب الويندو مش على حسب الشكل. يعني لو الشكل هنا وانا قلت له ابدأ لي من 0 0، هيبدأ لي من هنا مش هيبدأ لي من هنا. حلو، فهو على حسب الويندو النقطة اللي بياخدها دي. حلو، فبيبدأ من هنا، بدأ هو من 0 0. تمام، فهو بياخد نقطة الابتدائية بتاعت بداية الجريدينت. الجريدينت هيبدأ منين؟ هو بياخد دي. خلاص، وبعد كده بياخد ايه؟ بياخد لون، اللون برضو اللي هو اللي انت عايز تمشي منه للون الثاني اللي هو اللون الاولاني يعني من الاخر، لان الجريدنت عباره عن لونين. فانت بتدي له نقطه البدايه واللون اللي هو first color. تمام، وبعدين بياخد ثاني اكس واكس 2 بقى وواي 2 اللي هم نقطه نهايه الجريدنت، يعني هيخلص فين، هيقف فين. فانت برضو بتدي له كلها على حسب الويندو. ففي الرسمة اللي عندنا هنا حاليا هو مفروض طبعا خلينا نعمل دي فولس عشان اوريكم الحتة دي، وهقول لكم برضه الترو والفولس دول بيعملوا ايه يعني. احنا شغلنا اهو. تمام، فانت بتدي له برضه النقطة اللي بينتهي عندها الجريدن. فهو هنا النقطة اللي بتنتهي عندها الجريدن 50 50، يعني من 0 لحد هي 50 وهنا لحد 50. تمام، فدي النقطة، هو بدأ من 0 0 هنا احمر. تمام، وبعد كده نزل لحد نقطة 50 50 هنا، واللي هي لونها ايه؟ اللي هو اللون الثاني بقى أخضر، اللي هو اللون اللي هيمشي من الأحمر للون الثاني اللي هو اللون الأخضر. وباعتبار إن احنا هنا عندنا يعني احنا عاملين الجريدن ده عاملينه إنه يملى لي المربع اللي هو مرسوم معمول هنا ده. المربع ده الويدث والهايت بتاعه كام؟ 200 في 200، أكبر من النقطة اللي احنا حاطينها، فبالتالي هيكمل بنفس اللون الأخير وخلاص من غير جريدنت. فهمت؟ فهمتوا الحته دي شغاله ازاي؟
تمام. معلش الفولس بس، ال ايه؟ الفولس والترو. اه دي بقى اللي هنشرحها دلوقتي، بقى دي بقى اهم واحده فيهم كلهم. الجريدينت ليه نوعين، نوع اي سايكليك ونوع سايكليك. طيب السايكليك دي معناها انه يقعد يتكرر، يعني زي ما انت شفت كده في الشكل الاولاني يقعد يتكرر، يعني مش يقف لهنا وخلاص، لا ابدا لي تاني احمر واخضر، بعد كده احمر واخضر، بعد كده احمر واخضر، يعني كل 50 اقعد ابدا لي تاني. الفولس معناها لا انا مش عايز يبقى سايكليك، انا عايزه كده يعني بس يخلص ويقف عند حد وخلاص، وبعد كده ما يكملش بقى جريدينت تاني احمر، مش عايز اشوف احمر تاني، يعني انا خلاص انا بداته هنا وخلص الحته دي بتاعت الجريدينت ووقف ما يكملش. فاحنا هو لو هنيجي دلوقتي بقى نشوفها بالكود شكلها عامل ازاي، هنقول له ترو. معلش لو اي ازعاج سمعينه بره وكده، فنيجي نقول له هنا ترو اهو عاده وقف، معناه ان هو عمل من زيرو لحد تقريبا هنا 50 50 وما وقفش، لا راح مكمل وراح مكمل وراح مكمل، عارف يفضل يكمل 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 يكمل، هي دي ان انا بقول له افضل كمل مش تقف، لا كمل لحد الاخير، اقعد عيد الجريدن احمر اخضر احمر اخضر احمر اخضر لحد ما يخلص. فهي دي اللي ترو والفولس كلها في الموضوع ده، ترو معناها كرر افضل تكرر او اعمل ريبيت، يعني ما هوش ترو او يعني فولس معناها لا قفل بس لحد النقطه اللي انا حددت عليها تاني لون دي اللي هي ديت وخلاص كده. حلو تمام. دي بقى مش بس كده، فيها بقى نقطه كمان هيجي في السؤال، في خلينا نقول لك ان هو مثلا مديك اكتيفيتي يقول لك اعمل لي شكل مثلا واملاهولي بجريدينت ريبيتد. ريبيتد معناها انه ايه؟ ترو. حلو ريبيتد بس مش ريبيتد بقى عادي، لا انا عايزه ريبيتد هوريزونتالي او عايزه ريبيتد فيرتيكال. قال لا طب انا عامله ازاي، انا عندي انا جيت عملتها هنا ولقيته طالع لي كده الجريدينت متكرر بالشكل ده، انا اعمله ازاي ان هو بس يتكرر في اتجاه واحد عن طريق نقطه البدايه ونقطه الحصول بالظبط. فهو عشان بقى خلينا نقول عندك عايزه يتكرر هوريزونتالي، هوريزونتالي يعني ايه؟ يعني يبقى واحد كده ايوه يبقى الجريدينت كده، شايف ازاي بالشكل ده يعني الخطوط اللي هي بتاعت كده. لما يجي يقول لك فيرتيكلي معناها ان هو متكرر على الخط الفيرتيكال، يعني هيبقى عامل كده تمام. ما تتلخبطوش وتقول ان هو شكله كده عمودي يبقى ده انا يبقى هو ده قصده بيها، دي قصده بيها فيرتيكلي، لا خلي بالك هو بيقول لك خط التكرار، خط التكرار هو ده اللي بيبقى قصده فيها لما يقول لك فيرتيكلي وهوريزونتال. فعشان نعملها ازاي، خلينا نقول ان هو قال لك انا عايزه هوريزونتال، انا عايزه هوريزونتال. طيب اعمل ايه بقى ساعتها؟ يبقى اللي اتغير فيها بس هي الاكس، ان احنا عايزين الاكس هي اللي تتحرك مش الواي، فالواي تفضل زي ما هي من 0 ل 50 خلاص، لكن الواي تفضل زي ما هي قصدي 50 50 او 0 0، يعني ممكن نخليها مثلا 0 و0، المهم ان الوايتين يفضلوا نفس الحاجه. مين اللي يتغير؟ الاكس فقط، هي دي اللي تتحرك، احنا عشان احنا عايزينها تتحرك انها اكس، فاحنا عايزينها تمشي، فهي دي اللي تتغير. الواي احنا عايزينها تفضل زي ما هي، لان احنا لو غيرنا في الواي هيمشي كده، يمشي اللي تحت، احنا لا احنا عايزينه يمشي كده بس، يبقى بس نغير فيه. فلو عملنا هو جينا نشوف، عملنا رن ونشوف اهو يطلع لك ايه بالشكل ده، اتحرك كده، اتحرك هو على خط افقي، يعني اتكرر بيتكرر بشكل افقي. فهي خلوا بالكم ان فيها لخبطه كتير، لان الناس مثلا تشوف الشكل ده تقول لك طب ما هو شكل عواميد اهو، يبقى هو قصده عمودي، لا هو قصده خط التكرار فين، هو ده تمام، وهي بتلخبط فعلا فخلوا بالكم. يعني هي داخله في بعضها قوي الصراحه. ايوه هي تلخبط، انا برضه اتلخبطت فيها في الواجب قبل كده يعني، وهو هنا حتى في الورك شوب على فكره ملخبط، يعني اضطريت ارجع اشوف السلايد تاني عشان اتاكد من معلوماتي من كتر ما هي طيب والله هو قصده خط الو مع ايوه مع حضرتك عندك سؤال؟ طب ازاي مثلا هخلي مثلا الاخضر والاحمر يبقوا قد بعض؟ قد بعض، هم قد بعض على فكره، استنى لو مش عارفه اهو هم قد بعض، هو متهيألك ان هو تخين لا بس الاخضر ارتفع، استنى لو انا خلينا بلاش الريد والجرين وخلينا نعمل بلو، بس هم قد بعض، هو ما تقدرش تتحكم في السايز او بتاع لان هو السايز ثابت. فشفت تحس ان الازرق صغر شويه، ده كل الالوجن بتاع الالوان يعني، لكن هم على فكره قد بعض بالظبط، فاهم؟ هو قد بعض، هو عمره ما هيقول لك السايز، لما يجي يقول لك السايز هيديك رقم واحد بس، يعني اقول لك انا عايزه مثلا بحجم 50 بكسل، 50 بكسل اللي هو الرقم اللي انت هتحطها هتتغير على اساسه، فاهم ازاي؟ يعني من 0 ل 50 اللي هو قال لك انا عايزه 50 بكسل، طب قال لك 200 عايزه يبقى من حجمه 200، يبقى لما تيجي تعمل تغيير هتعمل من 0 ل 200. حلو؟
فخلينا نشوف مثلا ان هو دلوقتي لا المره دي قال لك انا عايزه vertically تمام، وعايز حجمه، عايز حجم الجريدن ده يبقى 100 لو سمحت، تعرف تعمله لي 100 ريبيتد vertically وحجمه 100؟ فتتعمله ازاي؟ ماشي ريبيتد vertically معناها ان انا مين اللي هغيرها؟ الواي. الواي ماشي، يبقى سيبني خالص، يبقى معناها ان الاكس دول لازم يبقوا الاثنين نفس الشكل بالظبط، يبقوا ثابتين نفس الحاجه، لو دي 50 يبقى دي 50، لو ديت 0 يبقى دي 0، كله يبقى نفس الحاجه، وغالبا معظم الوقت بتبقى يعني نفس نقطه ديت يعني تمام، فزيرو وزيرو تمام، لان احنا بالضبط بنعمل هنا فيلنج للشكل. وهي نقطه الواي دي اللي غيرها، طب غيرها ايه؟ مش هو قال لي هنا 100؟ قال لي انا عايزه 100، طيب يبقى من زيرو لحد 100، يعني يبقى حجمها 100، احنا عشان هنا ماشيين من زيرو. لو هو على فكره لو هو كان هنا مثلا 100 يبقى انت تزود 100 وتبقى 200، خلي بالك انها احنا هنا بنزود يعني، بدل احنا بس عشان احنا بادئين من زيرو 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 تبقى اسهل في الحته دي. المهم فهيبقى في الاخر اهو كده حجمه هو 100 و100 تمام؟ تمام. طب احنا معلش حضرتك دلوقتي كنت مزوده في 100 بتاعت اللي هو دي اللي عند الكرسر، لا اللي فاتت. قصدي بقول لك فيها مثلا ان انت لو خلينا نقول نقطه الستارت بتاعتك هنا 100 وانت بيقول لك حجمه 100، مش هتحط هنا 100، لا هتحط 200، انت بتزود، خلي بالك انك دايما بتزود على على الواي، بتزود على الواي تمام. تمام، هي عموما هي نقطه البدايه هنا. احنا ايه اصلا النقطه دي؟ اصلا نقطه البدايه ونقطه النهايه دول اصلا بيعتمدوا على ايه؟ الجريدن هنا بيعتمد على ايه؟ مش احنا هنا عاملين الشكل فين؟ احنا مش احنا عاملين الشكل اللي احنا بنملاه هنا خلاص، نقطه البدايه بتاعته اهي، هي دي النقطه اللي هو بادئ فيها. انا لو انا هنا جيت غيرته خلاص، قلت له لا لو سمحت ابدا لي من مثلا 50، ماشي 50 خلاص، و50 انا عايزك تبدا لي من نقطه 50 50، مش عايزك تبدا لي من 0 0 دي، وعايزك تمشي لي مثلا امشي لي مثلا من 50 لحد، يبقى طوله هو طوله 50 مثلا، هيبقى معناه انه هيوصل 100 تمام. نفس الشيء هتلاقيه الازرق هتلاقيه يمكن واخد زياده شويه، الاحمر قصدي هتلاقيه واخد زياده شويه فوق، او العكس سوري، لان هو هيبقى بادئ من هنا، هيبقى بادئ من الحته اللي هي السنة. هو دلوقتي الشكل بادئ من 0 0 تمام، وانت بتقول له انا كنت فاكره اللي هو هيسيب حته فاضيه مش متلونه، ما هي المفروض انها تبقى مش متلونه، بس باعتبار ان انت قايل له ريبيتد يمكن، فهو ده يعني بيرجع تاني هنا، فاهم ازاي؟ بيكمل بالشكل ده. طب لو عملناها فولس مثلا، خلينا نشوف فولس هيطلع ايه، لكن هي عمرها ما هيسيبها لك فاضي، انا بحس ان هو عمره ما هيسيبها لك فاضي، بس خلينا نشوف، بلاش نحس وخلينا نشوف. بقى بالشكل ده معناه ان هو على طول راح بدا لك بالاحمر، يعني بداه لك من هنا الجريدن بوس، بدا من هنا، دي هي نقطه 50 50 هنا، لان هو ده 0 0، فبدا لك الجريدن اللي هو يعني تغيير اللون للون اخر من 50 50، وده بدا احسبه لك باللون الاولاني، وده سابه لك باللون الثاني باعتبار ان هو كله وقف هنا اصلا 100 100، وده هنا دي 200 200 200 تمام. لكن لما يعني بيكمل لك في دي، احنا بقى الثاني عشان احنا عاملين ريبيتد، فراح مخلي اللون يكمل، بدل ما يسيب هنا احمر راح مخليه يلف فوق يكمل تاني، ففي كل الحالات يعني انت مش محتاج تجاس هيبقى شكله عامل ازاي، هو اللي دايما هيديك الشكل الاخير هيبقى شكله عامل ازاي، يعني انت بتعمله بالكود وخلاص. فيا خلينا طب نجرب حاجه كمان، انا عايزه برضو نغطي على نقطه كمان، خلينا احنا نبدا من الاخير للاول، يعني نبدا من الاخر لحد فوق 0 0، هو طبعا ده كده هيبقى بلاش 200 200، وخليه مثلا الطول بتاعه خلينا يبقى لا يبقى 200 ناقص 100، يبقى 100 100، انا قلنا هو طوله 100. طيب شوف كده الشكل ده يطلع لنا ايه؟ ايه ده؟ خلى الازرق هو اللي يبدا ازاي؟ ليه خلى الازرق؟ معناه ان احنا عشان احنا الاحمر اهو من هنا، احنا عايزين بقى نبدا من... انا بقول لك اداني الاحمر من الحته الاخيره يعني من فوق، واطلع للفوق اطلع، فاهم ازاي؟ فعشان كده الجريدن بقى طالع من الاحمر تحت لفوق، رغم ان احنا اللون اللي احنا حاطينه المفروض اللي الاول اللون اللي احنا حاطينه ان هو يبقى من هنا، المفروض احنا حاطينه احمر مش ازرق، الازرق هو تاني لون، رغم كده بدا لك بيه هو، لان احنا عملنا له هنا قدامه من 200 لو سمحت، واطلع له لحد نقطه 100 اللي هي غالبا هنا اطلع له. فهو لو يقول لك عكس الالوان ده اللي هتعمله، بس معظم الوقت لا، هيقول لك يا عم اعمل لي لو سمحت
gradient repeated horizontally أو diagonally, diagonally اللي هي كده أو vertically, وأعمل له مثلا الطول بتاعه يبقى 50 أو طوله 100 أو بتاع, بتشوف النقطة اللي أنت عملتها هنا وتزود عليها طول البكسلات اللي هو مديها لك. بس كده, ده كل اللي في الموضوع. تمام؟ تمام. بس لو vertically احنا بنزود في الاثنين نفس الرقم 50 و50 مثلا. لا vertically بس بتغير الواي فقط وتخلي التانية تبقى ثابتة. خلي بالك ان الواي فقط سوري مش vertically, horizontal, ابتدى diagonal. يعني الاثنين يتغير. بالظبط. تمام. خلينا بقى نشوف بقى هو اللي هو بيقول لنا فيه في السؤال ايه. بيقول لك لا مش ده, هنا بيقول لك انا عايزك شفت الكود اللي احنا شفناه اللي كان اخضر ده, خلينا نرجعه زي ما كان بس عشان كان لون اخضر. اوكي متهيألي ان هو كان كده صح. ايوه تمام. اقول لك بقى شايف الكود ده اللي انا حطيته لك ده, لو سمحت على فكره لو الزوم قفل فجاه ده عشان ال 40 دقيقه. تمام تقدروا ساعتها ترجعوا تاني بس لما يقفل بقى ان شاء الله. المهم اقول لك انا عايزك الكود اللي فوق اللي بوف ده تخليه لي سايكليك. سايكليك دي يعني ترو ولا فولس؟ ترو. ترو. ايوه وهوريزونتالي ريبيتد اوف باترن باترن اوف سايز 50 بيكسلز. يعني انت دلوقتي عندك ثلاث حاجات تركز فيها, سايكليك هوريزونتالي ريبيتد وسايز 50 بيكسل. ماشي يبقى انا اروح كده تاني للكود ده بتاعي بقى بعد ما انا اخدت خلاص المعلومات دي واشوف. بيقول لي سايكليك ترو, ماشي ترو خليها زي ما هي. بيقول لي هوريزونتالي ريبيتد, يبقى انا اعمل ايه؟ مين اللي غير فيها؟ هوريزونتال هيبقى بالعرض فالاكس. يبقى الاكس يبقى من زيرو. طيب ماشي يبقى انا اللي هغير في الاكس, انا خلاص عرفت دلوقتي ان انا هغير في الاكس. طيب يبقى معناه ان الاكس بس اللي تتغير الواي ما تتغيرش. فيا اما انا اخليها صفر زي ما هي, يعني اخليها نفس الاولانيه, يا اما اخلي دي 50 ودي 50 برضه. بس عاده افضل لك انك تغير الواي الثانيه لانها تبقى نفس الواي الاولانيه. يعني خلي يعني دي تطابق دي, مش يعني الواي 2 تطابق واي 1 مش واي 1 تطابق واي 2. معظم الوقت بيبقى كده افضل. يعني ما هوش غلط ولا حاجه بس يعني ايه كنوع من الامان. تمام فهو زي ما قلنا خلاص شو قال لي سايكليك تمام, قال لي ان انا اعمل له هوريزونتالي تمام و50 وانا هي معناها ان الاكس بس اللي غير فيها وخلاص. انا دلوقتي هو خليت الواي تبقى ثابت 50 بكسل. بقى بيقول لك انا عايزه باترن 50 بكسل, يبقى معناها خلاص من زيرو ازود عليها 50. يعني دي لو ما كانتش زيرو كانت 100 ازود عليها 50 يبقى 150. فاهم ازاي؟ فهي هنا عشان هي زيرو خلاص فاحنا بنزود عليها 50 فبقت 50 هنا. تمام ده هو قال لك 100 150 بكسل 150, قال لك 350. تمام فهمت ازاي بتعملوا الحكايه لما يقول لك السايز بتاعه قد ايه اللي عايزه. تمام تمام نيجي نشوف اهو اول الشكل اللي هو ايه عايزه. تمام حلو شوف اللي بعده قال لك ايه. طبعا انت لما تيجي هنا بتكتب له الكود بس, يعني انت مش يعني الاوتبوت لو هو عايز الاوتبوت خلاص بتعمل له سكرين شوت او كده. بس لو انا قصدي يعني لو في الورق انت اكيد مش هتقعد ترسم له الجريدنج هيبقى طالع شكله عامل ازاي. لا خلاص تاني بقى بيقول لك اي سايكليك. اي سايكليك اي سايكليك دي يعني ترو ولا فولس؟ فولس. فولس. ودياجونالي ريبيت. الدياجونالي معناها نغير في الاكس وهنغير في الواي. يعني مش بس الاكس مش بس الواي, الاثنين هيتغيروا والسايز زي ما هو 50 بكس. حلو ماشي يبقى معناها ايه؟ زي ما كان كده الاثنين هيتغيروا الاكس 2 والواي 2 الاثنين هيبقوا 50 لان هو عايزهم 50 بكسل السايز. يعني ولما يجي يقول لك دايجونالي هيديك دايما مش حجم واحد. يعني لو قال لك انا عايزها الاكس تبقى كذا والواي تبقى كذا اوكي, بس معظم الوقت هيقول لك خلاص هو انا عايزها نفس الحجم. واي سايكليك اي سايكليك قصدي يعني فولس. هيبقى بالشكل اللي هو ده, هيبقى طالع له كده شكله غريب بس هو ده اللي هو عايزه. خلاص تمام نيجي للي بعده بقى. بيقول لك انا المره دي عايزه بقى سايكليك يعني ترو فيرتيكلي رينجنج. يعني الريبيتد هو البتاع هيبقى فيرتيكال. يعني انا هنغير فيها مين؟ الواي. حلو معناها اللي هنغير فيها هي الواي. فروم بقى دي بقى نركز عليها, بديك ثلاث ارقام هنا لثلاث ارقام هنا. طب انا اعمل ايه في الارقام ديت؟ يعني اي حد مثلا خلينا نقول مش فاكر الكرر كان بتشتغل ازاي هيبص على الارقام دي هيتوتر. طب انا احطها له كده, يعني انا اروح احط له هنا مثلا الثلاث ارقام دول احط له 100 و100 مثلا مش عارف ايه. لا
ده مديك الاحداثيات بتاعت اللون، كل لون ليه ثلاث احداثيات R وجي وبي زي ما قلنا. فهو هنا مديك الاحداثيات اهي، بيقول لك انا عايز لون الار اهي بتاعته والجي اهي والبي للون اللي هو اللون الثاني يعني، مدي لك اهو برضه الار والجي والبي بتاعته اهي، عايزك تعمله لي رينجنج في طريقتين، طريقه سهله وطريقه مش صعبه يعني، طريقه طويله وطريقه قصيره. الطريقه القصيره اللي هي هتعمل نيو كلر، لان هو ده مديك لون جديد مش عندك، مش هو موجود مثلا ريد ولا اورنج ولا بري ديفايند، لا ده انت لون جديد هتعمل، بتقول له نيو كلر، كلر تبقى بالكابيتال خلاص، وتحط له القيم اللي هو مديها لك. القيم كانت كام عشان انا نسيت؟ 220 8 16 220 8 16 بس كده، ده كل الارقام هتستخدمها في الحته دي بس. تمام، قال لك اللون الثاني كان عايزه 100 100 100 ماشي، هنعمل اخويا النيو كلر و100 100 100. وكان بيقول لك ايه، سايكليك ولا ايه؟ سايكليك، سايكليك معناها ترو ترو. وايه تاني؟ قال لك عايزه فيرتيكلي رينج، يبقى معناها ان احنا هنغير بس الواي، معناها دي تفضل كده زي ما هي 0 0، الاكس تتغير اكس ما تتغيرش، الواي بس يتغير عشان احنا عايزينه فيرتيكلي رينج يعني من فوق لتحت او من تحت لفوق، المهم يعني ان هو بشكل عمودي. نقول له ران، هو ده طلع كده. شفت بقى انت اديت له الالوان ازاي؟ اديتها له كده بالطريقه دي. الصوت واضح ولا قطع؟ تمام. فهي دي ما يجي يدي لك هو لون تعمله بالشكل ده. في طريقه تانية، خلينا نقول واحد مثلا قلقان وخايف ان هو يعني لو عمل كده يطلع ايرور مثلا ولا حاجه يعني، او حاسس الدنيا ممكن تبوظ معاه، خلاص يقول لك يعمل لك انت كانت انت ريد ولا لا؟ كانت كلر ريد. ممكن تعمل انت تسمي الكلر، تعمل لك كلر جديد تسميه كلر مثلا اكس، انت مش عارف هو اللون ده ايه، تقول له نيو كلر وتديه نفس الـ 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 القيم اللي هو حاططها لك هنا ديت، اللي هي اللي هم الثلاث ارقام دي، عشان لو الشخص مثلا زي ما قلت مش واثق يعني ان هو هيبقى عارف يكتبها صح او حس اللاين طول معاه خلاص. ونفس الشيء كلر واي هنا 100 100 100 و100 تمام. وهنا بدل اللي انت عامله هنا ده كده هتقول له بس اكس، وهنا هتقول له واي بس كده، وهتلاقي برضه هيشتغل ونفس الحاجه وكل حاجه. شفت ازاي؟ لو انت حاسس ان هو اللاين هيطول معاك ولا مش عارف ايه، او متلخبط، او عايز تغير في التشابه، عشان لو الناس كلها هتعمل بنفس الشكل انت عايز تعمل بشكل تاني، بتعمله هنا على بره وتحطه هنا في الجريد. تمام، عرفت الطريقتين بيشتغلوا ازاي؟ تمام تمام. فهنا هو طبعا هنا حلل لك الكود. الكود هنا هو انا في غلطه، وزي ما انت رحت شايك في السلايد هنا بيقول لك اللي هو كان بيقول لك هوريزونتالي، راح شايف مغير يعني مثبت الاكس ومغير في الواي، وده طبعا غلط. فلما رحت رجعت ثاني السلايد لقيتها ان هي يعني بالشكل اللي احنا حلناه. تمام، فيعني لو انتوا لقيتوا الشكل اللي هو ده غلط، اللي في الورك شوب غلط. اوكي تمام ماشي. هو حاليا الزوم شكله هيقطع دلوقتي، فانا هو انا ممكن اعملها راندوم صح؟ راندوم ايه؟ طبعا تقدر تعملها راندوم، تقدر تعمل اللي انت عايزه طول ما هو مش محدد لك الكلر، اعمل اللي انت عايزه. طب لا مش قصدي كسؤال، انا قصدي في الجريدينت. لو يعني هو مثلا بيقول لك اعملها لي بالوان عشوائيه، بالظبط ساعتها بتدخل ايه هي الارقام اللي بتتحكم في اللون اللي هم دول صح، الثلاث ارقام دول اعمل